أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الخامسة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أكثر من 15 مليار ريال حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى منتصف العام الماضي، مرتفعا بأكثر من 10%. 54 مليون طن حجم البضائع العامة و5 ملايين و100 ألف حاوية تمت مناولتها بمواني السلطنة العام الماضي. السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة تحت شعار إذاعة متجددة لعالم متجدد. أهلا بكم. ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني من العام الماضي بأكثر من 10%، ليبلغ 15 مليارا و440 مليون ريال عماني. وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت حوالي 1.8 مليار مليون ريال عماني، وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم الاستثمار منها نحو 7.8 مليار ريال عماني، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 1.8 مليار ريال عماني. 54 مليون طن حجم البضائع العامة التي تمت مناولتها في مواني السلطنة خلال عام 2020، في زيادة بلغت نسبتها 3.4% عن العام 2019، وذلك نتيجة لمبادرات تسهيل التجارة التي اعتمدتها مجموعة أسياد وشركاؤها من الجهات الحكومية والمجتمع التجاري. في ظل الظروف الصحية والتداعيات الناتجة عن فيروس كورونا كوفيد-19، حققت موانئ السلطنة عام 2020 نتائج استثنائية من حيث أحجام المناولة للسلع والبضائع، وذلك بسبب الاستيراد المباشر من دول المنشأ للمواد الغذائية الأساسية وخاصة الخضروات والفواكه واللحوم. وبلغت كمية البضائع العامة التي تمت مناولتها في موانئ السلطنة من يناير إلى نهاية ديسمبر من 2020 حوالي 54 مليون طن، في حين بلغت كمية البضائع السائلة 18.4 ملايين طن، بزيادة نسبتها 3.4% عن نفس الفترة من عام 2019، بينما بلغ عدد السفن والناقلات التي زارت موانئ السلطنة أكثر من 9000 سفينة. كما بلغ عدد الحيوانات التي تم استيرادها مباشرة عبر الموانئ العمانية قرابة 2.5 مليون في عام 2020، بزيادة بلغت 38.7% عن نفس الفترة من عام 2019. ونتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته على الأسواق المحلية والإقليمية، شهد استيراد وإعادة تصدير المركبات والمعدات انخفاضا 13.4% لتبلغ نحو 106,000 مركبة ومعدة. وتعكس هذه النتائج الميزة التنافسية التي تحظى بها السلطنة بتوسطها لأسواق وخطوط الشحن العالمية، كما تترجم الجهود التي تبذلها مجموعة أسياد وبشراكة متميزة مع الجهات الحكومية والمجتمع التجاري تنفيذا للاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040، بجعل السلطنة مركزا لوجستيا عالميا، حيث ترتبط الموانئ العمانية مع 86 ميناء تجاريا في 40 دولة بواقع 200 رحلة أسبوعية مباشرة تمثل تعزيزا لعمليات التصدير والاستيراد المباشر من مختلف دول العالم. أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن وجود اكتشافات نفطية جديدة في بعض مناطق الامتياز سيتم الإعلان عنها لاحقا. وأشارت الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن احتياطي السلطنة من النفط استقر عند مستوى 4.5 مليار برميل من النفط و24 تريليون قدم مكعب من الغاز،
وأضافت الوزارة إلى أن السلطنة تستورد كميات بسيطة من الغاز لتعويض استخدام بعض الشركات التي لديها مشاريع من شبكة الغاز الخاص، مشيرة إلى أن الكمية المستوردة بسيطة مقارنة مع كمية الغاز اليومية التي تنتجها السلطنة والبالغة 4 مليارات قدم مكعب. وفي السياق نفسه، ارتفع إنتاج المصافي والصناعات البترولية من وقود السيارات بالسلطنة بنسبة 5.6% بنهاية ديسمبر من العام الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج وقود السيارات من نوع 95 بلغ أكثر من 12,800,000 برميل، فيما بلغ إنتاج وقود السيارات من نوع 91 حوالي 9,600,000 برميل. أما إنتاج الديزل فقد ارتفع ب28% ليتجاوز 33,900,000 برميل، وانخفض إنتاج وقود الطائرات ب51% ليقترب من 6,981,000 برميل، فيما سجل إنتاج غاز البترول المسال انخفاضا ب10% ليبلغ أكثر من 6,120,000 برميل. أكثر من 18 مليار ريال عماني إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في نهاية شهر ديسمبر 2020، ذلك ما أشار إليه تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2020. وسجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه البنوك زيادة بنسبة 2.2%. أوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بلغ 4,300,000,000 ريال عماني، وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 10.6% ليبلغ 1,800,000,000 ريال عماني. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1,100,000,000 ريال عماني. النشرة مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد قليل. قرية حلاحل بني غيث، أنس السواقي وبهجة الواحات. تحت شعار إذاعة متجددة لعالم متجدد، تشارك السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي يوافق 13 فبراير من كل عام، مستعرضة ما حققته الإذاعة من تطور يواكب التقنيات الحديثة ويضمن استمراريتها كأكثر وسائل الإعلام استخداما عالميا. إذاعة متجددة لعالم متجدد، شعار يؤطر مشاركة السلطنة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة والذي يوافق 13 فبراير من كل عام، ويعكس ما تشهده الإذاعات من تطور وتكيف يواكب التقنيات الحديثة ويحفظ مكانة البث الإذاعي كأحد أهم وسائل الإعلام الفاعلة وأكثرها استخداما على الصعيد العالمي. تحتفي السلطنة بالذكرى السنوية 10 لهذه الاحتفالية وبذكرى مرور أكثر من قرن على اختراع المذياع بنحو 20 محطة إذاعية يمكن للمواطن والمقيم الاستماع إليها، منها 16 محطة تبث من داخل السلطنة خلال ساعات إرسال إذاعي حكومي وخاص تجاوزت 61,000 ساعة خلال عام 2019 حسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وتسلط احتفالية السلطنة باليوم العالمي للإذاعة لهذا العام الضوء على الخدمات التي تقدمها الإذاعة إلى المجتمع العماني في أوقات الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية،
وهو الأمر الذي ساعد المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة في تخطي عدد الصعوبات والمحن التي شهدتها البلاد فيما خلا من سنين. حلاحل بني غيث قرية جبلية في وادي الحلتي بولاية صحار، تبعد عن مركز المدينة بحوالي 60 كيلومتر. تتميز هذه القرية بواحاتها الخضراء واحتفاظها بنمط التقسيمات الزراعية القديمة وطريقة السقي التقليدية. المزيد عن القرية في التقرير الآتي. تأخذنا هذه المسارات الترابية بين هذه الواحات الخلابة إلى قرية رائعة بالجمال، قرية حلاحل بني غيث، حيث تستقبلك نخلها الباسقات التي يتصافح سعفها مظللا المكان في شموخ يرافق الزمان، والمياه الجارية وصوت السواقي القديمة تؤنس أهل المكان وزواره ومرتاديه، حيث تحيا القرية بها. تتميز بزراعة النخيل بأنواع النخيل والزراعات المحاصيل الثانية من زراعات القمح اللي هو البر والذرة والحمرة والمسيبلو والدخن والرشيدية من أنواع المحاصيل الزراعية تميز بها. البصل عندك، الثوم، كل شيء موجود في المنطقة هذه. مسارات قهرت صم الجبال، وإرادة ذللتها عزيمة الرجال، فصنعوا وسط هذه التضاريس ممرات للمشي توصلك إلى كل زاوية من زوايا القرية الخضراء. يتفيأون ظلال زرعهم، يتباعدون جسديا، يتقاربون في مصلحة القرية، ويمنون النفس لتجاوز هذا الظرف. بناء وامتثالا لأوامر اللجنة العليا في ظل جائحة كورونا، حدث أو هناك قلة في ارتياد هذا المكان، وذلك بسبب الجائحة. نتمنى أن تزول هذه الجائحة ويكون هناك عودة للسياح، لأن هذا المكان فعلا هو مناظر سياحية طبيعية تجذب السياح ويستمتعون بأوقاتهم. قطارة الجح كما يتعرف عليها بين أبناء القرية، وجهة جاذبة يتقاطر فيها الماء عذبا زلالا باردا، تتدلى فيها أوراق خضراء تعطي منظرا جاذبا يعز عليك مفارقته. في الزمان الأول ماشي مكيفات، وهذه يكون في هذا المكان، يكون مكان بارد وقت الصيف، فكون الشياب هنا مرتاحين وقت الظهر في رمضان صيامهم، يعني يكون هنا مرتاحين لين وقت العصر، ما شغل يكون هذا المكان عندهم يعني بارد وكذي، مكان جميل يرتاحوا فيه. مشاهد خضراء تبهج النفس وتريح العين وتبعث في الروح طاقة إيجابية ليوم حالم بالأمل. لا شيء كالطبيعة يعيد للنفس بهجتها وسعادتها، والمواقع الخلابة البكر في محافظة الشمال الباطنة تعد من أهم مواقع الاستجمام السياحي متى ما توفرت لها الظروف الصحية للتجمعات السياحية. عبد العزيز بن حمد العجمي، وادي الحلتي في ولاية صحار، محافظة الشمال الباطنة. يتميز المطبخ التونسي بتنوع أكلاته الشعبية، ومن أشهرها الكسكسي واللبلابي، وتشهد هذه الأكلات إقبالا واسعا من المواطنين التونسيين والسياح. المطبخ جزء من ثقافة الشعوب، وتختلف أنواع وأصناف الأكلات تبعا للثقافة التي أنتجتها البيئة الاجتماعية. ففي زمن البيتزا والهامبرجر لا تزال الأكلات الشعبية التونسية تفرض نفسها في المطبخ التونسي في مختلف المناسبات وجميع الجهات. فالكسكسي واللبلابي والبوريك والطاجين والعجة والكفتاجي وغيرها من الأكلات الشعبية تجاوزت شهرتها حدود البلاد، ويحرص السياح على طلبها كلما حلوا بتونس. الأكلات الشعبية التونسية معناتها تتميز بالكسكسي، بالمقرونة، بالمدفونة، الملوخية، كسكسي عصبان، البريك، سلطة التونسية، سلطة المشوية، فهمت؟ برشا إقبال من الحرفية معناتها الخليج العربي ولا الأجانب السياح يجيوا برشا معناتها ياخذوا لنا الأكلات التونسية. حتى ساعات تقع معناتها حرفية توانسة
يجيو من هنا مثل يحب الماكله الزمنيه البلديه نتاعنا. اكله الكسكسي التي صنفتها اليونسكو حديثا ضمن قائمه التراث العالمي من اكثر الاكلات رواجا في المغرب العربي، وهو الطبق الرئيسي الذي يسجل حضوره في افراح واتراح جميع العائلات التونسيه، ويتكون من دقيق ومرق وخضر وحبوب جافه ولحم ضأن او بقر او حوت. الكسكسي التونسي هي العادات التقليديه في تونس والاكله الشعبيه الاولى في تونس، يقبل عليها الحريف ويقبل عليها الاجانب، اكله معروفه في تونس. تتكون الكسكسي من دقيق ومرق وخضروات، وثم شكون يحبه باللحم الخروف، ثم شكون يحبه بالحوت، ثم شكون يحبه بالدجاج، وهي من العادات والتقاليد في المناسبات والافراح التونسيه. في فصل الشتاء تتربع اكله اللبلابي على عرش المأكولات الشعبيه التونسيه، ويقبل عليها التونسيون والزوار لأنها مقاومة للبرد وتوفر الدفء والنشاط ومقوية للمناعة فضلا عن سعرها الزهيد. ومكوناتها قطع خبز صغيرة ومرق حمص وبهارات وهريسة وزيت زيتون وبيض وتونة. اللبلابي هو أكلة عنا احنا نقليوها ديما في الشتاء. الأكلة هذه متكونة من الحمص، نبدأ بالحمص وخبز بيت، هو خبز بيت يزم يكون عربي، الخبز المدور متاعنا، وهريسة عربي، وثوم يزمو ثوم نتاعنا احنا الثوم العربي، وزيت زيتونه، زيت زيتونه اللي هو نتاعنا ماك تعرفوا احنا معروفين بزيت زيتونه زاده والهريسة العربي، ونعرفين ناكلوا احنا برشا حار. والاكله هذه مناسبه لكل التونسيين، اللي هي اكله ماهيش غاليه برشا، اللي هي اكله في متناول التونسيين الكل. الشعوب لا تنسجم الا مع عاداتها وتقاليدها، والاكلات الشعبيه التونسيه من عناصر الجذب التي تستهوي السياح لمذاقها الفريد. عبد الرزاق بن علي لتلفزيون سلطنة عمان تونس. وقبل ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز عناوين. أكثر من 15 مليار ريال عماني حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى منتصف العام الماضي، مرتفعا بأكثر من 10%. 54 مليون طن حجم البضائع العامة، وخمسة ملايين ومائة ألف حاوية تمت مناولتها بموانئ السلطنة العام الماضي. السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة تحت شعار إذاعة متجددة لعالم متجدد. في ختام نشرتنا يذكركم فريق العمل في مركز الأخبار بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من عدوى فيروس كورونا. كونوا بأمان، شكرا لكم وإلى اللقاء.